Hey, Smithy, Smithy, we gather the Tualin, Assalamu alaikum, wa rahmatullah. Hazul Flawan, wa rahmasi suwana tazat al-Maribiati, Snathik hadran smazirt. Ahil bwasagita diant, adna hadaraf, ashaidarong, unad sersi, thayn yanan, av delt men daouth, nar la constitution, di thmurth nar, mith zaram atas, irmisin bwasagi, hadrand, af thamsel thagi. Len we gather di qaram, belli thamn daouth, thajda tagi, vran akhd men, thujud deja, len we gather di qaram, belli, يعني ولاش اجدد في اللاس ام ماس ام الدلسي هضرد وقيد سلوي الكونسي كونستيتيسيونيل يناد باللي باش تيليثا من داوثا كي لقد الحق لا كوبي نسر ارغورنا يعني انت ذا سلوي الكونسي كونستيتيسيونيل ذاك انت اديفكن يعني الى قد تعدي صورس باش تروح يعني لاسومبلي اضبطين في اللاس نبغى نكون يعني انزر ذا شو ايقلان اسك ثمن دو ثقين ثلا ناغ يعني ذا سيدي رومر كان اميث زرام اسك واسني قعدان مس ويحيا يخدم الطاس المشاورات وكذا ايكابران ناغ شخصيات باش اخذ من يعني افدلت من دو ثقين لان ويقذ المعارضة ايكابران ايقلان ذي المعارضة ناند يعني نكوني ونقبل لا من دو ثقي تجديط ان ماشي الحاجه اللي تحوج الجزائر الوقت ماكي لا كريز يعني ناند باللي تان دي سيرسيت دي لا بوليتيك ماشي دي لا كونستيتيسيون وناند باللي ذا غانس الويت مورث ويقدر راه ثمن دو ثقي لان امي انت يعني طبق في اللاس الارتيكل 88 اين يعني مذيلين اسلوي يهلك باش هذه جم كانيس دونك نفغان فهم ثم سلتقيت من داو ثجديت يفغان اخذ من ادكش مني كذا نغا وي غاد دي فكان ثم غولين سن ايموس نون اف ثم سلت بوساكي مقبل اد اد نسكشم ان فيغاون بوساكي نسعيون الفيتي يون تقرير خدميتي قلت مثلا سعاد تبع التقرير كيث ولد نغلى روح أول غافوس عدين التورق نبدلنا من داوث ذويني استقثلنا والد قحرش نتسرثيث نتمورث الزيار يلي يقولنا ميك ديف كان راي نز عمارة بن يونس من راي مقران الحركة الشعبية الجزائرية إنو ذا يوكلنا ذيلين تفرانين غافث من داوث نغ استفتاء شعبي نغاز كنا ولا نقارو إيو غذوذ غافين يعني أنت من داوث فيما يخص قضية التعديل عن طريق الاستفتاء ولا عن طريق البرلمان احنا نخليو هذه الصلاحيه لرئيس الجمهوريه وهذا الخيار لرئيس الجمهوريه ليأخذ القرار. احنا بالنسبه لنا ماذا بنا يكون استفتاء شعبي ولا استفتاء شعبي، لان لما يكون استفتاء شعبي راح يكون نقاش وطني شامل، نقاش وطني راح يكون يجمع كل الاحزاب السياسيه. بن يونس يهجم دكواليس ثان مقلا إيمي غيدينا بلي فغانا درنا الفراف غير وحريش نتسرثيث ولا ذين غمسن وسلكنا راه دكواليس. داروا هاد الناس؟ حبوا يرجعونا وهذه جاسم سك جديد، حبوا يجوا يرجعونا الإرهابيين إلى الساحة السياسية. أما الراية مقرا النكباء الأفلان عمار سعداني يدي وصفن ثان مقلا ثان مقلا نتمسخير ونسعي لساس دي السرثيث. سعداني يهجم دي الخصوص سكابرن النهضة يك حركة مجتمع السلم غافين يعني انو بدل دي ثمن دوثي اكدد سعداني باللي غسل وين تقدو ذا اينو ذا ثان مقلا ايوا كنا الدفك الراي نس دي ثمن دوثي دي تدون ويناد ذا غن باللي ثمن دوثا قير الزين ريحو دن غاف ثان مقلا والزين رديوين لامان غار ثمورث. لويزا حنو ثم راية ثم قرات ان الحزب العمال فاكدت ذو الكواليس باللي ثمن دوث مازال يتقريفة سنني مضبرني مقرانا نتمورث ارثوران مازالو ديفانارا ايو غذوذ نغ ايو مني نغ البرلمان وثناد ذغن باللي لات المشاورات النظام ذق وحريش والسن وثناد باللي الحالة اتان ذي طلام امي ولاش يتقادش يكذو غذوذ سنقدد ذا غن الويزة حنون أسلوين وسقامون تيقذو ذا ولد خليفة إيمي غير ولغا في السقسي نمش جرنانن غافين يعنان وفدل ذي ثمن داوث. مرحبا سي سون ثكلت النظام وقيت التقرير نولت مثنا سعاد يوسفي ايش مد كي ذناغ وندنيغ انفكي مزوارو مس فيصل مطاوي ذنغ مس الوطن سي الجزائر. السلام عليكم، مازل في الله سي فيصل.
وعليكم السلام. مساء الخير. بونسوار فيصل. فيصل يروح انا يجزم الخير وقت فيصل ان شاء الله هذه الدفن يثمثنا هذه التكنيك ام كي يتزرم ادنا الدار ذي ثديان تساقي ف يعني افدل تمندا وثي بغانا نخدم من ذي ثمورث الناغ ام يتزرم مس ويحيى يخدم المشاورات الشهور كي قعدان وكذا يكبرن خاصة تاني كبرن يقلان يعني وكذا السلطان أو الشخصيات الناند باللي يعني في الدلاجين تمن داوث ذي الحاجة يتحوج ثامورث ذي الوقت ذي سي الجهة النظام ولا باللي يكفرن الأوبوزيسيون عثان ماهلا الناند باللي لا بريوريتي نغ الوقت ذي ماشي ثامن داوث يغال ديك إكيدنا مس فيصل مطاوي. فيصل مطاوي السلام عليكم. أزول فلاك بونسوار. وعليكم السلام ورحمة الله. أزول صحيت سي فيصل. On est en train de parler par rapport à la constitution, donc la nouvelle constitution. Il y avait un article qui est apparu dans le journal, votre journal. Projet de révision constitutionnelle, c'est la confusion. Absolument, c'est la confusion dans la mesure où on n'en sait toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans ce projet? Parce qu'il a été dit qu'il y a eu des consultations avec Ahmed Mihia, qui est secrétaire général, enfin le directeur de cabinet à la présidence de la République, il y a presque une année. Ahmed Mihia, depuis, il a gardé le silence, il n'a absolument rien dit depuis sur ce projet. Il a été dit qu'il y aurait de nouvelles consultations, mais ce n'est pas clair. Et en plus, une partie de l'opposition, ou pratiquement toute l'opposition, est contre ce projet, puisque le contenu n'est pas du tout évident, qu'il ne répond pas à ces exigences de transition démocratique, et que le président Bouteflika lui-même garde le silence sur ce projet. En plus, il y a des contradictions entre les déclarations des uns et des autres. Vous avez d'une part le président de l'Assemblée populaire nationale, qui est la PN, chambre basse du Parlement, qui dit qu'il a reçu une copie du projet de révision constitutionnelle, et de l'autre, vous avez le président du Conseil constitutionnel, Mohamed Mbessi, qui parle rarement et qui dit qu'il n'a rien reçu. Donc, qu'est-ce que... يروح انا فيصل مطاوي ان شاء الله هاد الديوغال الغنى ميث سلام انا غماس فيصل مطاوي الذي هضر في يعني افدلت من دوث ذي ثمورتنا ان شاء الله هاد الديوغال باش هذه يكمل يعني ولي سيني عنان ثاذي انت بوساقي وين دني نيغون باللي لن اتصد يقارن باللي ثمن دوثا كي تجديط توجد يزمى الحل ادفع ذي اليما ثقينا يعني اضبطين فلاس اسك اتروح باش اخذ من فلاس ثفرات ثفرات يعني لو فوت بوكدو ذا جزائري اسك ذي فوتي فلاس ثقي مازال يعني وده درنا ولكن اشون زرب اللي ويقاذي قلان خاصة لي بارتي قلان وكذا السلطة اده الدرن باللي يعني لا كونستيتيسيون يا جيثا جديد ناثم من دوثا جيثا جديد توجد يزمع الحل يعني ذي اليمث كان باش يعني أدفع تهضر في اللاس مكي تسلم مس فيصل مطاوي ناد باللي مراد مدلسي وقذا سلوي الكونسي كونستيتيسيونيل إلا قد تعدي صغورس لا كونستيتيسيون يعني تجريط يعني مثل لا يناد مس مراد مدلسي يناد باللي ولاش يعني ذا شو عدي الحقن دونك إلا تناقضات قوال اللي بارتين يعني كي سيبورت كي إقلان ذي الكوفيرنمون وكذا أول المس مدلسي فيصل مطاوي يغالد فيصل مطاوي مازال إن شاء الله هاد يغال فيصل مطاوي أمكيت الزرام دونك التصيغ مثل الجزائر بوسكي هضرون دا في شيء هضرون دا في الشونجمون يعني لا نوفيل كونستيتيسيون ثمن داوثاكي اسك ذي الحاجة يتحواج الجزائر ذي الوقت ذاكي وكذا سقسي نج وكذا ديك شمن كذا ناغ يغال دمس فيصل مطاوي ان شاء الله هو كذا مرة الخيضة كذا التليفون فيصل نرحب بك فيصل راك معنا هو بونسوار فيصل يعطيك الصحة لا لين بارامون ني با اكسترا مي ان شاء الله اون فا با فو بيردر اون دوزيام فوا c'est Faisal, yani, si vous continuez par rapport à l'article qui est apparu dans votre journal, donc on a parlé de confusion par rapport à la Constitution. Absolument, parce qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant
qu'est-ce qu'on veut de cette constitution, et comment, quelle sera la forme de cette révision, parce que tout le monde en parle sauf le président Bouteflika. Personne n'a entendu le président Bouteflika parler publiquement sur ce projet. Il est vrai qu'il avait annoncé ça dans ce qui a été appelé à l'époque le paquet des réformes politiques. C'était en 2011, c'était la loi sur les associations qui a été critiquée, la loi sur l'information, la loi sur les partis, et la loi qui ont été donc adoptée depuis lors, sauf la Constitution. 4 ans sont passés depuis cette date. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu donc de révision. Il y a eu, rappelez-vous, 2 rounds de consultation, le premier présidé par Abdelkader Bensalah et le deuxième par Ahmed Yahya. Donc, jusqu'à maintenant, la société, le politique, les Algériens, le Parlement, et tous ceux qui pourraient éventuellement être intéressés par le projet, n'ont pas vu qu'est-ce qu'il y a dans ce projet, qu'est-ce qu'il va changer, est-ce que réellement on va aller vers une deuxième république comme revendiqué par le Zahamoun, est-ce qu'on va aller vers un état civil comme demandé par Ahmad Sadani, secrétaire général du FLN, ou est-ce qu'on va aller vers des nouvelles institutions où la justice sera réellement indépendante, ou bien une réelle séparation entre les pouvoirs. Donc jusqu'à maintenant, on ne connaît pas. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une confusion, c'est pour ça qu'il y a des questions sur ce projet de révision constitutionnelle. Mmh. C'est Faisal, est-ce que vous pensez aussi que c'est une priorité pour l'Algérie d'avoir une nouvelle constitution, sachant que la constitution qu'on a maintenant, elle n'a pas été respectée. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chefs de partis ou de personnalités qui sont dans le terrain de la politique. On dit que il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas été respectés dans la constitution qu'on a maintenant. Pourquoi on a besoin d'une nouvelle constitution quand on ne respecte pas les lois qu'il y a dans cette constitution? Et ça veut dire que l'État est maintenu dans l'instabilité, que l'Algérie n'arrive toujours pas à faire de sa mutation. On est toujours dans l'évocation de la légitimité historique, dans cette légitimité qui a été gagnée ou qui aurait été gagnée après 62, alors que tout le monde sait qu'après 1962, la volonté populaire a été détournée sous des actes. Et on est allé vers des coups d'État successifs. Depuis le coup d'État contre Ben Bella, et dans le 19 juin prochain, ce sera le 50e anniversaire de ce coup d'État qui est appelé redressement historique encore en Algérie. Donc disons qu'effectivement, il y a une instabilité. Chaque président vient avec son idée de changer la Constitution. Et on a déjà oublié que le président Bouteflika lui-même a changé la Constitution à 2 reprises. La première pour introduire Temazirt dans le préambule de la Constitution, la deuxième fois pour supprimer la limitation des mandats présidentiels. Et là, on est en train de nous dire qu'on va revenir à la limitation des mandats présidentiels, l'article 74, à 2 mandats. Et on parle aussi de la suppression de l'article 88 qui porte sur la maladie du président, etc. Donc on est en train de jouer avec la loi fondamentale du pays, alors que la Constitution doit être un texte qui fédère tous les Algériens et qui doit être une Constitution pérenne. On ne doit pas changer chaque jour la Constitution. Vous avez parlé de priorité, ce n'est pas une priorité. Il est évident que ce n'est pas du tout une priorité. Le pays est menacé par une crise financière en raison de l'effondrement des cours pétroliers. L'Algérie est en train de perdre ses recettes. Comment faire franc et comment faire face à cette perte donc des recettes pétrolières? Comment reconstruire l'économie nationale? Comment faire face aux menaces qui existe dans la région du Sahel avec la situation d'instabilité en Libye et en Mali, etc. C'est des priorités beaucoup plus importantes que la Constitution. Il en est de même pour trouver du boulot, du travail pour les jeunes qui sont en train de demander d'emploi. C'est la priorité, c'est de réformer l'école et d'améliorer le système d'enseignement, le système de santé, de lutter contre l'informel, de limiter les importations, etc. Il y a beaucoup de chantiers qui sont beaucoup plus importants que la Constitution. La Constitution, on peut la laisser comme elle est parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont très évolués dans cette Constitution et qui ne sont pas respectés. Vous avez parlé de la liberté d'association, la liberté de manifester, la liberté syndicale qui sont souvent pas respectées. Donc je pense que ce n'est pas du tout une priorité pour l'instant, mais le président Bouteflika, qui célèbre bientôt son l'an 1, c'est-à-dire la première année de son 4e mandat, a besoin d'un projet politique, puisque la scène politique est vide. N'oubliez pas que le président Bouteflika ne s'est pas adressé à la population algérienne depuis avril 2014. Faisal, quelle sera la position de l'opposition, donc surtout de la CNDT, par rapport au projet, le nouveau projet de la nouvelle constitution? Est-ce que vous pensez qu'elle va essayer d'organiser des meetings pour dénoncer cette constitution? Oui,
Je pense que c'est très dangereux parce que la Constitution, comme je vous l'ai dit, c'est un texte qui fédère les Algériens, c'est un texte qui concerne tous les Algériens, pas uniquement le pouvoir. Ça concerne également l'opposition, ça concerne les autres partis, les associations, les syndicats, les jeunes. Et là, si on se divise, si on n'est pas d'accord sur la Constitution, qu'est-ce qui sera, comment sera notre demain, notre futur? C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Le pouvoir, peut-être qu'il doit gagner un peu. Il veut gagner du temps d'une certaine manière, mais je crois qu'il ne faut pas jouer avec la Constitution parce que si on n'est pas d'accord sur ce texte, sur quoi on sera d'accord? Et l'opposition, bien sûr, c'est une opposition nationale, patriotique, qui limite, disons, qui va peut-être faire des concessions de son côté, mais qui a des contre, parce qu'elle a clairement expliqué que la priorité n'est pas la révision de la Constitution, que pour réviser la Constitution, il faut aller vers une constituante ou vers un débat national ouvert pour changer des choses, pour bâtir une nouvelle République, c'est-à-dire une République des citoyens, celle où on respecte les libertés, celle où il y a un parlement qui travaille et qui fonctionne, celle où il y a les contre-pouvoirs, celle où le président rend des comptes, celle où le gouvernement présente un bilan devant le Parlement, c'est-à-dire les gouvernements actuels, les gouvernements qui sont dans le monde entier, dans les pays du moins développés, où un gouvernement rencontre sa population. Et donc je crois que sur la Constitution, il faut aller tout doucement. Il ne faut pas accélérer les choses, il faut aller doucement pour que les Algériens aillent vers une constitution réellement moderne, sinon il faut laisser celle qui existe actuellement en attendant que les choses soient plus claires. Faisal, est-ce que vous pensez que le peuple aura son mot à dire par rapport à la nouvelle constitution? Oui, normalement, la Constitution, c'est celle du peuple, c'est pas celle du président ou de son entourage ou d'un parti ou deux. La Constitution doit être l'émanation du peuple, c'est la loi fondamentale de la République. Ça existe dans tous les pays du monde et l'Algérie ne peut pas, elle peut pas faire exception. Je crois que le débat qui est actuellement dans certains salons d'Alger, c'est est-ce qu'on va aller vers un référendum? Ou est-ce qu'on va passer par le Parlement? Or, le Parlement est contesté, du moins à la Chambre basse. Vous savez comment les élections ont eu lieu en 2012 et la confusion qui a eu lieu, on avait parlé de l'argent, on parlait des gens qui n'ont pas, ils sont pas à leur place. Et de l'autre côté, c'est visiblement selon ce qu'on sait, c'est que c'est une constitution qui va toucher au fondement de l'État, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, la justice, les prérogatives du président de la République, les prérogatives du chef du gouvernement. Si on touche à ces aspects-là, il faut aller vers un référendum. Or, je pense que le pouvoir actuel ne veut pas prendre le risque d'aller vers un référendum parce que malgré toute la machine qui est utilisée parfois pour le trafic électoral, etc., il sera très bon, vraiment difficile de convaincre les Algériens de voter pour la Constitution alors que les Algériens, une grande partie d'entre eux, ne comprennent pas les enjeux de cette révision. Et donc, s'il y aura un référendum, je crois que ce sera une abstention. Et ce serait encore plus grave parce que si le peuple ne vote pas pour sa Constitution, sur quoi il va voter. Donc vous voyez dans quelle situation on est. Maintenant, de l'autre côté, si le Parlement qui va se réunir en congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement, le Sénat, le Conseil de la Nation et l'Assemblée populaire nationale se réunissent pour décider d'une constitution où on touche au fondement de l'État, là, on est vraiment en train de violer la volonté populaire. Donc c'est un véritable casse-tête. بارك الله فيك سي فيصل، يعطيك الصحة كي تشكر غطاس الطاس وكيدك مثلا فيصل مطاوي ذا نغماس ذي الوطن يدي شمني كي ناغسي الجزائر يدي ناغ ثاني ميرثيك هذا روحا غرماس جمال بن عبد السلام، جمال بن عبد السلام ذا سلوى يخبر الجزائر الجديدة سي الجزائر. السلام عليكم مازال في الله سي جمال. وعليكم السلام مازال في اللون. يعطيك الصحة سيد جمال ميدكش ماذا كي ذنا كي تشكرا يعني أسقسي مزوارو أم كث تواليض الحالة يقين أدهدرنا الطاس في يعني البروجي دو شانجمون لا كونستيتيسيون ديال تمن داوث لان وكذا دي قارن بلي ثمن داوث كي تجديد توجد لان دي قارن يعني مازال أم كث تواليض الحالة يقين Déjà, Madame Zouar, déjà, la polémique, est-ce que c'est au Gézana ou au Gézara, mais là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, les partis ils sont dans le Hukumad ou yani, ils veulent atteindre le pouvoir. Voilà ce que je me dis. On est dit sur la constitution, il y a c'est le thème qui est sur le thème Niran. Parce que on est dans le Hajj, mais on est dans le Hajj, mais on est dans le Hajj. Bon,
l'Inde بلي رايحه ديلي وبالدال ورايحه ديلي ريفيروندوم في لا كونستيتيسيون مي يرتورا مازالو ديفان هذا شراي بالدال الاند لي ريمير ديال الاشاعات ديال الحضور ويقاركا وبيقاركا مي مازالو نعلي مرض شوي الاند الداخلي هو كيما نذكر راهي ما غاتني لا يعني كون ويذ ذو خبر الجزائر الجديده ذا شو التراجم سيت من دو ثقي تجريط تا دمو غلينا مرض انت دمو غلينا كي نتوالي تمثال تا من دو تا امكاني ودلسات دلسات القوان التمورت والقوان ناقي ينسنا راه ديك اللي زاستيتيسيون نسنا راه ديك اللي بوليتيك امكانة الحوت مورت ولكن اكنت لحوت تمثال التاقي اشرام ورديبان مازال نتفاهم انا ايطونك الجيريا أمكان نبنو تموت لاش نتموغ لي رناوي لاش نبري برناوي صافي و أزكى غاتي سانت يسدو بدل ونظري أنا واش السلطة راه ديالي وبدلك يعني سيد جمال الطاسي دي قارن خاصة وكذا دي قدشن يعني دي تسرسيث يعني لي شاف دي بارتي دو لوبوزيسيون مثل ما قلا نند باللي اي غار الجزائر وتحوج راه ذي الوقت يعني الكونستيتيسيون تجديط نغث من دو تجديط امي يعني لا كونستيتيسيون ان ساعه وتنقض ضرارها الناس هضرن دطاس يعني في الارتيكل 428 ذا شو يعني ثمو غلينيك قوالاكي وما دميتيت لا بوليميك يضرونا كانت نزمي غاكوي لان نزمرتني pourquoi la nouvelle de Tamendo? Pourquoi le référendum pas mis en la constitution? J'ai la région de droit. Mais il a un projet d'État nation, une vraie ville, une vraie de maturité, une certaine année, un démarrage venu de Zaire. Je pense que tu auras un petit carnet de Tamendo, c'est-à-dire que c'est une nécessité. إلا قتينا انا نبدو تيجري مي لو بروبليم تاعي ونزريا راه كاين لنا دات لي ما لازم تزريا غامون سينا ما يروح يبغى كيما يقيم يبغى يروح ويروح ويقيم ويقيم ويروح مازالو ودي بان انا شنو نبغى اكزاكتومون يعني هضرا سورتو في البوفوار اجي باسكو لو تيت في الانيسياتيف الانسان هو الغور تيقلا الانسان يتزمر لا يبدل لا يتبدل لا باسكو لوبوزيسيون تاعي تخدم لي رياكسيون فيزافي لي زاكت اللي تخدم البوفوار البوفوار تاعو ما يبان ثاني لا لا يبغى يديرو هادي 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 بنو تاع دمتان هادي بنو لي طا انا هادي كلا ديموكراسي انا غنروح لي ليبرتي ما نظري انا شفت نادي يديني نخدم لا كونستيتيسيون ايوا شو بوركوا ارتورا ما داليو لو دي ريبونديس بوركوا أسي جمال أنا دياوي كذا دياوي كذا كش من الله قليتي طي من كل الحواج تورا سمو غلي جلوبال جينيرال ذا شو تنادي سنين بغا نروح ومن بعد ديفان ومكان لا كونستيتيسيون ذي سمو غلي يجي اسك يعني كون ناس توالين باللي على حسب هذا شو هضرت باللي الشونجمون دو لا كونستيتيسيون اف دي لاغي سي با اون بريوريتي الوقت هاكي مي انا سي با اون بريوريتي لاج ما الا مشروع وطني ديماري دي وقت نبنو جميع ايطونك الجيريا بالواحد لكن ما لا لا كونستيتيسيون سا لا نيسيسيتي سي بريوريتي ما الا بريكولاج اكي انا نخدم نبدل لا كونستيتيسيون كان نخدم لونتاج ومن بعد نبطل لونتاج تذكر نشوف القانون ومن بعد ابري تروا جور انا لغات قوالنا وصل نخدمها جو بوز داك لان باتيني مازال ونفهم انا البوفوار كي داش شوي تنادي اس يبغى هذه ديماري انا يبغى باتيني في لا جيستيون دو كوتيديان يبغى يستلعو يستدعو لا كونستيتيسيون ساعات لا كوب دافريك ساعات كل تلك التامج مي ما الا يواكنا نبنو ان بروجي de la nation, Bachel venait tout la nation, venait d'un mot. Je pense qu'il nécessite une priorité. Voilà qui, nous connaissons les frères et amis d'ailleurs de Maïnous, Hadjad al-Douaroud, il a quand même dit dialogue,
gagnent le pouvoir, de l'Ahzab, de les personnalités, à des liens de débat national, un zard déjà la choule bras qui s'aérien, ou un sam, à des souffres, à des débats à qui, la choule bras, un serre de diplomatie qui lit, la choule zoire, un déchiré. سي جمال ما نوالي باللي يعني تركيز من داوث يعني لو برانسيب ميم دو لا كونستيتيسيون الى قضيه لي الوفاق ديكس على حسب باش ود النياض اسك تولي ثوره الطاسي خبر ني قلان دي ثان ماكلا دي لوبوزيسيون وخدمنا لها المشاورات وكذا مسويحيه ام كاتيلي ثان من داوث كي تسعى الوفاق لو كان حريش يعني غامي نزرع حريش كومام مقارض يقدشن دي سيرسيث ينا با بارتيسيبي على المشاوره ثاني دور الظريف نوت نتيجة هدر مدنا لك إلا كان أخذ الدوزيام تور المشاورة والبعد وغانا نبطل زي تزوارا أبري المشاورة نكم ما تحمد يحيى أنا كان هذا نخذ الدوزيام تور وابنسيو للمعارضة ما إلا المعارضة تحضير على يسمى البروجيا كي الريفيروندوم ديجا يفشل على بوز مي يسيرو سنة كي قلنا نسلا دور نظام باللي يوضب الوقت لا كونستيتيسيون توجد ومن بعد يوغى الديبا اسكان تعدي ريفيروندوم جات نخدم يد الشعب انا هذا ناوي البرلمان لي دو شومبر صافي ذا شو عقل انا بدي مندر ابي كان بوفوار ناج زيرفو سوالي دار تا مغني ودي فرارا يوكنا نزر ذا شو يبغى باسكو ما روحنا من داوت بلا المشاورات يعني لي زيتي لي بروبوزيسيون لوبوزيسيون معناها سي لا كونستيتيسيون هادي ماشي لا كونستيتيسيون دي سانس توافق لا كونستيتيسيون نيوز التامة نيوز الجهة فايا كي ونزمرها تسمي دستور توافقي لما إلا وغان ندير دان دي بارون من اون كونسيديراسيون لي بروبوزيسيون لوبوزيسيون ماريو ينير نوكلي زين نزمر نظر في التوافق الوطني. اسكت والد سيد جمال باللي اكدو ذا دايري لقى دي سعى واليس دي ثمن دوثاقي يعني ثمن دوثاقي لقى اتسيدي ثفرانت في اللاس. ثم لو برانسيب دي قاري لك كران خدم كران لي ديسيزيون رانتم كران لي بوليتيك رانتخدم كران من لسوري ترانخدم سوا يعني جاد يحكمن لوبوزيسيون على البوفوار او لا مزوار ودوا ولا كار وكاين استخدام الى قال يغالي الشعب الجزائري الى قال يغالي وجدود ما مالوروزمون البوفوار يكسوالي وجدود وجدود الجزائري يديميسيوني جوالي يغال يديزانتيريسي ويتنادي يعرفوا فمزرو ينس إوا كان الإنسان راه يحكم من دوالي ترى يعكي للثاني ديميسيوني البوفوار يتساوال نو غالي سما تلاقي مرات نهضر قوم ذات غاتز كلب السن أو اللي الشعب الجزائري زري مكلي بلي الشعب الجزائري لا العزوف في العمل السياسي في العمل الانتخابي باش هادي غالي وجدو ذاك هادي خدم لا بوليتيك إلا ديجا أزن الكونفيونس ديمانيس الكونفيونس بلي ولي تاعتي يسمى الى كان اهل النظام فان لسيتوايا الجيريا ايوا كنا الدوغان الروح والدوغان الولي وكنا اللي يخدم لابولي يعني خنوي ذا الجزائر الجديده سي جمال اسك الطلب بلي لقيتي لي ترانزيسيون يعني بيريود دو ترانزيسيون داغ اسك الطلب بلي ذا شو طلب لاسين دي تي يعني لا بريوريتي بيان سور ماشي هنا تقارن ماشي ثمن داوث كون واسك طلب باللي لقات لي بيريود دو ترانزيسيون دي ثمورتنا غالا كنين طلب الى قد نقيم نهضر تونك الجيريا وبنا في المفاهمات وغيرنا ومن بعد تسمي ترانزيسيون انا تسمي مرحله توافقيه انا هاد نبدوسي لا كونستيتيسيون ونكوني امتي قام لكني فوشو تنادي داير در غالي نات تنادي غستفر نكوني تنادي ادن فاسي لاتيتياسيون اكي باسكو اقلا هو ريسك نسعى لي ريسك ماجور سواتي تيتمورا الفرانير ديزين يعني جيراننا وبلي
داخل الجمهور باسكو مالا دار ذا البوبل ديميسيوني المعناه يسالك يوهر الحال باش تقابل التسويع غير تلقي الحاله الثانيه مي يدك مالا كريدي لا مالا دار في مالك وزيادة تقابل التسويع ويجي الى كان السلام ونقول السلام للمنطقه يجي بوتفليقه اتيلي عهده توافقيه هذه اللي ديس الحوار وأتي للمفاهمة وين سعدي في السنين إلى أربع سنين في السود أن السر سلسلة إصحاب ونقع عزم في قرن أكني لي بيلي لي سنتر أكني لك ونقوم أصيل بنينا في الحاجة إصحاب ما كان قيم بالبريكو لجاكي شاك فوا عيوضي لا كونستيتيسيون شاك فوا هذا ما سوري فهم بعد غرزات هم بعد سين غرزير روح الدروات هم بعدوها تغلاكوش ومن بعدوها لاريير ومن بعد روح لابون ودي فانالا ساقي يعني دايرة ساقي مازالوا استفارة فريد يجينا قساوي يعني فريد دايرة تيجن اتبنو ايماني سواتي لي تامور يشبان تيمورات تامور ترى ديفراني غارز مورا مس جمال بن عبد السلام ذا سلوي وكذا الجزائر الجديدة سيل دايرة كدينيغ يعطيك الصحة من تكشم ذاكي دنا اكثر ميرثيك أضروحا المسا غلاسة مخوران دم سلادو خذر جيل جديد سيل زاير السلام عليكم مازل في الله غلاس السلام ورحمة الله زلت لون نزلوك في زاهرين في المزيرون تمور في النار صحيت غلاس أدنى هدر يعني في ثمن داوث مثل زرد يعني التصيغ مثل اللي جورنو هدران دا ساقب اللي إزمة الحل يعني البروجي يجي لا كونستيتيوشن هذه اللي يوجد سي الجهه اللي ظننت تولي يعني لي ديكلاراسيون مضبرن ناغ خاصة ذا شو دينا مدل سي لو بريزيدون دي كونسي كونستيتيسيونيل يهضر دينا بلي ثمن دوثاكي يعني ودو سارة رغور ناغ يعني امك تولي ظل الحالة ياكي اسك الجزائر ذي الوقت ما جيت حوج يعني لا كونستيتيسيون ناغ يعني اف دلاكي لا قضية لي بوكو بلي بروفون كو لا كونستيتيسيون صحيت إمام محمد الشيء كنا فورا في لا كونستيتيسيون كنا تمشي كي فورا نفهم الحكم كنا باش شو بعنا خدم منه باش شو بعنا تفهم من ديال الجزائر دونك نظرا بلي اون 2008 لا كونستيتيسيون ا ايتي فيولي بار le président de la République, il y a un nazaris. Tout le monde regardait, il y a un nazaris. Donc, sur une film, sur un événement, il y a un nazaris qui est né, c'est pas nouveau, je sais qui. Donc, il y a un événement, c'est en 2008 qu'il y a un nazaris, tout le monde en 2015 qu'il y a un nazaris, parce que il y a un problème de المؤسسة كما كان قارن صارف مؤسسة الدولة يا بروبلام يا با ان كوردينياسيون كان مؤسسة كما كان نعمل الدكسي قرار يعني شعارة وانا ماشي قال سي بون ونخيميك نشاور الأحزاب ومن بعد البي بي اس مش تاجوك الامبير منك سي بون مم فوق المشاورة نزمة زي عن المشاور سي جو نيمبورت كوا فانا كان ان ايفينمون سدرا دونك ام زين الجزائري في مالك سكي سباس شهر فان ام زين الجزائري في دوكا لوك سكي سباس افيك لا كونستيتيوشن ام زين الجزائري مسكين يتخلي في ديال عيش يتخلي في ديال القوس فيميكتيس وما ما فوقاش دوك دو لا كونستيتيوشن هيك باسكو يزون نيكس من فرنسا تخلق من فرنسا سي سا لا رياليتي سور لو تيرا دونك الجزائري في دوكا لوك اي كومبليتمون اوت دونك هو ما يغرق ذا شو ذا شاخذ منا باسكو لا كونستيتيسيون هاي كيسور ما الا انا فتبين سي ان تريك لي جينا كيما ما كان يختارنا لك اون با با توشي زعما الى صميم الدستور دونك سعدين كان فرابي من اثني فيك خمن فرنسل يانو سعدين كان فرابي ان يوروبا ريفيرندوم نحسب الشعب تتفاقم بلي الحكومه كي يكون ويدي الجيل الجديد غلاس يعني نظرا سورتو الجيل الجديد ثان دي لا سي ال دي تي دي التنسيقيه امك يعني اسك اتيلي مقال مثل لا كونستيتيوشن يا كي ثورا ثفاغ ديال يا مثاكي اسك امك يعني اتيلي لا رياكسيون يكبرني قلان دي ثان ماكنا سؤالك تفهم إمام محمد سؤالك ماشي تسمح لك كان باس مش ناوي بس
الجزائريين يتابعوا ليميسيون كيما ليميسيون كيما باردون كالجزائر باش كان الكتاب بالاسمي اسمي بوتفليقه يتوشي لا كونستيسيون 2008 سفيان الجلالي لافي با اونكور كريي تشيل جديد مي سيتي بارمي لي سول يدي ريكلامين افيك كيلكو بيرسوناليتي بوليتيك الوقتني دونك كيما ديجا الناس نسا في فيولاسيون دونك باش نسمحلي كان حمزه مزايري يعني زير سورا لا بوزيسيون ديال الجديد بارابور الروج اللي كنكونوا ديجا استعرضوا les élections qui gagnent le quatrième mandat. Donc nous avons les rien n'est légitime, tout est faux, Yeltsin. Donc on ne s'attend pas à quelque chose de la constitution et qui. Le cinéma qui essaie de gagner du temps, surtout avec les pétroles qui sont venus le coup, même si le rachis ils ne peuvent plus. On n'a pas passé. Mais Abdoula, parce que Ralan n'a pas le régime, on est contre Abdoula, mais on a des partis qui ont été mouillés, l'opposition va être en train de se faire, يعني خنوي وسعمر بروجي دالتيرناتيف وسعمر المشروع باش تسلحوا الجزائر ضرب بنسال المشروع نعاون نسلحوا الجزائر افيك توت لي بيرسوناليتي سا سي ال تي تي اللي هضرت لنا سي باسكو اون ديرونج باسكو زار البول لا سي ال تي تي كيهضر في لنا يضرب شو البول سفيان جيلاني يضرب شو البول نادي بن فليس يضرب شو البول بن بيتور يضرب شو البول لي بارتي دو لا سي ال تي تي وكلي بيرسوناليتي بوليتيك سي بور سا كي فول با لاشي سي بور سا كي ايساي دو فير بو او جون يفا لي سيكور لاشي بلي تسخا لا كارنتي نو فانو ميت je suis toujours en avant-garde, mais ce qui est malheureux sur les réseaux sociaux, soit les militants de FLN avec des banderoles qui mettent une le parti appartient aux militants, là chez Inès. Donc il faut d'abord régler les problèmes internes. Il y a nous maintenant le canon. Le parti, depuis le 19 mars, normalement, ils ont dû faire le congrès, mais vu que ce n'est pas un parti politique, c'est un appareil, jihaz les sultans al-Haliya, donc le ministre n'est pas là. Parce que si c'était un autre parti qui écrit le congrès, c'est une chose qui est sûre. ولكن غيلاس يعني اسك بالك لان دي بوان الهان دي 38 جديد يبغى ناخذ من ناند باللي زعما الحاله ديال هذه لين يعني دوموند بريزيدونسييل دونك يعني يونس الواي ما يسد جديد وزميرارا سو بريزونتي على تروازيام موندا اسك استوليم باللي الا قد خشم ما تخدم من المشاورات باش تفكر الراي نون لا كونستيتيسيون ايتي بيان فات زيرو نا با توشي اي بورتون سي تي ميليتير كون سالو يكريم لا اي تي بلو ديموكراتيك كو لي ديموكرات اشو راه توشي سيس ميديو غالي اي توشي لا كونستيتيسيون شوز كي ا دوني سان لا كونستيتيسيون فان جورو سي تي ال تي ال تي نورمال تي بيان اشو راه سي مور لي دي بيسونس او موند لا حوت افيك اون كونستيتيسيون كي دات دوبوي دي زاني دي زاني بلوس دو سونتين داني ça n'a pas changé mais je vois nous connaissons ici là ouais la systématique ma vie manie la famille mais c'est pas normal donc c'est par rapport enfin on n'est pas contre la constitution parce que c'est les premiers qui respectent pas la constitution que nous venons
En 2008, il y a eu violence en la constitution de Nouvelle. Tout là, il y a une autre violence en la constitution vers Nouvelle. Donc, Nouvelle est écrite dans le Kawali et il est en train de se faire. Donc, c'est par rapport à ça. Un des cas de Jazaïri, un des fois, il y a eu un cas de Kmurs, un cas de Kmurs, un point de la Hafs, Rachid Daoui, donc le Khshina, que je salue, c'est des frères de combat, c'est des gens qui ont été courageux, qui ont dénoncé la corruption et qui se retrouvent en prison. Voilà. C'est qui ça, Moussana? Et tu يعني امك تواليض الحاله ارزدات اغيلاس يعني انت تولي بلي تهضرت نيض بلي لا سي ال تي دي وتقبل لا راه يعني ثمن دو ثقي تجضيط ويعني النظام مثلا يعني يبغى يسلحوا باش اتي لي ثمن دو تجضيط النوفيل كونستيتيسيون اسك يعني نوغال النقطه الصفر البوان زيرو Le point zéro parce que Mohamed, l'histoire ne va jamais pardonner ce qui s'est passé en Algérie. Parce que l'histoire de l'Algérie, on est en train de jouer avec ça. La constitution, on verra combien d'années, la constitution, normalement, elle est faite pour se faire respecter. Mais c'est pour se faire, pour se tailler un costume en justice. Donc, donc on est pour Daoulet le Canon, j'ai déjà dit, la partie nord, donc on va Daoulet Isa, Daoulet le Canon. D'accord. Donc monsieur la constitution de Sardine Knisniawa, on va définir à bonne raison parce que on est toujours, il se justifie. Mais en tant que j'ai déjà dit, on sera toujours à Klar Dishab, en Kim Dishab, et Inch'Allah, le combat continue, mais chacun à Mawov à l'Evrin. L'essentiel, c'est la population. On connaît que l'opposition, Jil Jadid, travaille pour son peuple. Contrairement à d'autres, donc il faut se poser la question à nous, les ayats des Kharijia, à nous, et France ou les Américains, peut-être qu'on va comprendre un jour ce qui se passe en Algérie. مس أغلى سم قران أمس لدو كبر جيل جديد يقلني كنا نرسل زيار أكيد شكرا قد نغثن ميرثيك أي ثماثي سماثينا وقذا عندي تولين أن نروح ريس بديام شطوح قيم ثيك إذن أغثر أدنو على الغور وايضا زين الدين حاجون يا عبد الهادي يلا جيب لنا زين الدين حاجو بليز اوكي ها عيط له عين اوه الله العظيم عبد الهادي يبوثيد حيات أو
الو عبد الهادي، عاودت له. ايه عاود له، عاود عبد الهادي بليز. معليش معليش، ليسونسيال دوكا تجيبوه من بعد. ها وات از ها هيث ماثي سمثين، مرحبا سي سوان ثكلت النظام ذي ثديانت هيل انا هالطرف سجي في اين يعنان فدلت من دوث نغ لشونج يعني لا كونستيتيسيون تجديد ايكش مدي كذ نغو حريشة مزوارو مس جمال بن عبد السلام ذا سلوي وكفر الجزائر الجديدة وكذ مس فيصل مطاوي نغمس الوطن وكذ زين الدين حاجو وكذ اغيلا سم قران نجيل الجديد تريك شمد كي ذنغ مس زين الدين حاجو امس لاذ نو كفر لو دي اس كفر المس كريم طابو زين الدين حاجو السلام عليكم ازول فلاك زين الدين حاجو زين الدين يتسلط زين الدين زين الدين يتسلط ودي تصوض على الصوت مليح ان شاء الله يثمثنا ذي التكنيك عاوذن امي تزرام نهضرد يعني غد نهضر في ثمن داوث لنا الطس يعني دي قارن ناغ خاصة يعني كبارن قلان ذي السلطان ذي الحكومة نند باللي زعما الحال ثمن داوث يعني اتي لي توجد ثمن داوث كي تجديط يبغى نخدم من مس ويحيى يخدم اتصل المشاورات دي الشورى قعدا وكذي كبارن ناخذ الشخصيات ولكن يعني لي كبارن يقول لنا ذي المعارضه ذي ثان ماكلا وخدمنا المشاوره ثاكي وقبلنا لها ثمن داوث ثاكي واتصل دي قارن يعني هذه صعيب الحال باش تعدي خطر ولاش الوفاق ذي ثمن داوث ثاكي مس فيصل مطاوي يناد يهضر في لا كونفيزيون امي تزرام مس مدلسي يعني سلواي لو كونساي كونستيتيسيونيل يناد باللي ولاش ذا شو دي الحقن الغورس يناد يا با دو كوبي يعني دو كونستيتيسيون باش تعدي ثمن داوثي لا تروح الغورس يغلد كذنا مس زين الدين حاجو ذا مسلاذ مكي دنيا ونو كافر لو دي اس كافر مس كريم طابو زين الدين حاجو السلام عليكم ازول فلاك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن من أحسنك وقذر اسمه قولي صحيت أمس زين الدين زين الدين يعني عندنا هالدرة سقف في ثمن داوث التاسو قذي دي قيدينان باللي إزمة الحالة اللي توجد سيتون كاستيون يعني دو جور اسكت ام كت تولي مكون ويذ وكذا لو دي اس ثمن داوثاكي اسك ذي الحاجة يلهان اسك الحاجة يتحوج لزاير ذي الوقتاكي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كنا هضر في المداوث كنا قرر كنا قرا بالك 2011 كنا نهضر في الشتاقي الاصلاحات من الرئيس ظرف المشاورات في زويران بن صالح ولا من المشاورات نويحية كان الكثير من الطريقة الطريقة باسكو الزرزارة الرياليتي سميت كا تلقى لك قداش النظام من لا بريس با دطري عيني الغرار عيني الوادا كتفقد المسود في البريون سي وجد انا ما كاينش اللي عيط ما ساعدهاش بوتفليقه وين التريجي دو لابي يعني وين الخليفه ايش قاعد اي وين ابن صالح ايش قاعد هو من طو وين رئيس المجلس الدستوري مالغري ودي سكي المجلس الدستوري الى ني باللي ساعات الى ديمونتي كي خدمت ساعي ورا بو كده عندك شيء قداش النظام سيفو عند الحضور دايرك قانو كي قرا دي عندي ديريكت سبيد دو شومبر كان وكي قرا دي عندي سيو دو سالي روندوم بو كرجلون سعوره كان فريمون يعني الظروف اللي مقرين الشغل هادي يعني امك ادقرض باللي يعني ثمن دوثاكي نغ المسوده قلت لي يعني توجد على حسب رايي خاصك يعني الوقت كي الجزائر تحوج ثمن داو تجدي بون الوقت كي يجينا كي كتبنا ثمن داو في التكريتي باسكو لان لتو الحوايج يزوان الشغل كي بريمير مو هو عربي كونفيونس كي وقال لك تحكي من هكا الوجود الجزائري ماشي ثمن داو سي مشكل درك فين ثمن داو تاكي الشك هو في فيزور من ثمن كوسيسي واحد يس تقيسي تي دو شغل كوتي مع احسن كوي في الناس دونك هو لا غير بالكاسكي تغيير الشغلاقيه وعربي عنده الله كونفيونس الشعب و ثمن داو سلا ديري بعد ماشي نتورا تولا لا كيقرا كوالي الحال يشبوك توك برا كسوا الداخل لي ريجيون باسكو يشبو لانت المشاكل تاع الفيرتال لي سيكتور كنا لا دو سونتي ليدوكاسيون دو عربي تيري شويه لابيزمون دو شويه كونفيونس عربي دو عربي سبوار قبل دونك موس خليقا راه موت اللي ورا فولونتي تجي صغور وقالوا كي يحكم لك ولا غير كنلقى لك نجدوا باش ما نداوش كذا وانا مالي كسوا عندي سلابيان انا غادا عندي سريبا بار با اكو دا ديفيرون دونك شي كون سيري سيري لي طون ران البويكوت من دون وانا ديفيرون وانا وشني انا راه دونك ولا غير بريوريتي اللي لقيت ديغري تورا مي صافي والله شي قدر ولكن قرر لك البيدات انجليز كوليس من النظام وسنا فيك كنت تضرب كنت تشمع دونك انا سيقول فيه ما هذا الشيء الفور يكونوا يعني ذي البارتي يعني الكريم طابو امك هاتي لي لا رياكسيون هنا لو كانت تعدي ثمن دو ثاكي تجدي تقرض باللي سي باز اون بريوريتي اكذو ذا جايري وش اللي عارا يعني يتولي باللي ماشي الحاجه هيك حواج نغ ماشي الحاجه غير ينفع انت معيش ذي نس ذا شو يعني يطلب فما ذي لي ذي ثمن دو ثاكي وامك هاتي لي لا رياكسيون هنا لو كانت تي لي ثمن دو ثاكي يعني غدفع وتغال يعني ذنتث لساس تمرض بون جيني لينا كتزوار هادي بروبليم ماشي كتمن داو كتمن داو تي عاد تا صار ريش ديوار اقلا غولي تو قام لك ني دي سيتويا افيريا و تعاور الضربه دخل ما بارتي مال قري المده في السنه 40 كتمن داو كيتا ذا تقليد سمحا كل الجزائريه تاع حقوق الانسان السياسيه الماديه دخل قرا بارتي يكون هي قلاو صوضا وخي نظامي بارتي من يكون هي ميزاجيري كيتا زوار في الساس هادي مد لارتيكل 126 كتمن داو تي عاد هذاك ينك باللي رئيس الجمهورية سريش كاع وصوبة الدستور هاكي المجلس الدستوري تاري المجلس الدستوري ديسيدي اسك فريمون اتعدي فلاطيا اتعدي سيري في روندوم يكون يقرا وقال لك انا قدشنا كتراك اتعدي سيري في روندوم ورجينا لك ميم با لا في المجلس الدستوري دونك تلقى لكن نيسان روكار طوكا من داوسي باسكو سيكيورتي توتال نو ريسبي تاكل القوانين الجمهوريه القوانين تويزر نهضرات القوانين القوانين الجريعه دونك ولا غرب لي لك زعما في دريك ولا باقي بريميرمون شفتك تاع دلو بريق شنو ويحيى الجماعي وسيو لنا من باب شيطون شغل هاكي تمن داوس وسيو لنا دراعي بالبلاد ساعات لي زونتيسيدو ساعات المشاكل دونك كنا وسيو لنا راهو حسيب لنا دونك لقينا الصح وشكوها زعما داو حتى بشديد تمن داوس هاكي كل كل البرزار هنا مازال باندي في البرانسيب سوالو سي لا كونستيتيون ما اذا ولاش المجلس التاسيسي نتا
هذا يخرج من الانسا يسقط انت توجد انت من دوسك هو الغرب بزمة 10 عيات من دوسك. يعني زين الدين حاج بن صالح وكذا ذا سلوين نوكفر ليرين دي هضر دي نادي باللي يزمى الحاله داس ذي ثمن دوثا كي تجديط يعني الثمازيغ تيلي لونغ اوفيسيال اسك ماشي ذي الحاج هاي قلهان ذا غون هضر ندا في دو موندا اين يعني انا سلوي تمورث بون نورمالمون كنقرا ماشي الصدقه راه صدقا تم زيخت بغان نغاوين تم زغات الله تلا نمساتي القارك إيد الساس نمساتي الوصل دوك هو العرب إلى الوصل يذكر الوصل دوك تم زيخت ماشي الحاجة اللي كنت تشغل تم زيخت كوش الفلس في جزل تم زيخت خلاص في الظلم أكنا ديين السام ضروا ووقت القارك يكسمونا عن دولة القانون وحق شكا دستوري حق إلهي حق إنساني حق شرعي دوك هو العرب بلي الزمرن صدم عن الحاجة بتاجي وبرسو لسني لكن قرر كن الطوع ميض ذكر ما بصوت عن ذكر أن بوليريك طراي سيرا دوت يشتكي قرب ذول فويس الدينارة واشتكي بس كي يغال النظام بجي ورجلي تمازيق ورجلي صعرف ورجلي مستم قرر بس اللي خلق برا بليوس في كتبك في عدد الخمر زي ذا دوت ما يغال أنا أسقم تمازغة بس كي تمازغة تجي زوراكا ستان دروان ويسين سيزر من موسن يرقز في الناس دونك يا هو بس الكلمه شي صدقه صدقا الحاجه كي تمازيغ يا قيمري اين النظام موين نفس الصلوات باللي تركت من دوزك الخطه دي الحق الحق المعارضه رايتو ولا غاش قضاء برسد ما صبع الله اللي طرقت الجنس شي قاعد تجي عبد العزيز بوت في لقاء شوف تعدي الشوف اللي من راس المعارضه والمحروقه ضريبه اللي تربي اللي تعمل في نادي الاستعمار في مرسكينا تسجلوا هاد الثلاث فلوس الوايده سيدي بن الناشك فوا المعارضة نصب بزجيريا والحوجة المزايدة في الجزائرينا مع الوطنيينا ديننا دوكو وانا غرب بلي لك راه جديد زعما ان شاء الله. هازين دين حاج وثنا دكواليك باللي يعني ونساولنا راه باش افثمن داو ثاكيا في المشاورات ناغ ونخدمنا راه الحساب الو كان وندسي ولا ناس كتروحهم؟ دوت ولا كنقراك امريكا تساولن لبالا تيدرن الغورنا كوني خدام صار نروح نروح هو لا فاش ديسكوت مي فاش مو راني ولا راك ولا لي برينسيپ داك ولا لي فالور داك ولا لي بيرسبكتيف دا وصرح هو راه والوقت اللي بقدت باللي وصرح هو راه ومضروح يا خير دونك ولا ولا لا سيت سيريو لا سيت اسبوار دونك شاك فوا كنقراك نزيك اكبر كلمه قدوني تقتل الامل دوك تبعنا في وجود الجيريا تبعنا سني الجينا الجينا وهاربي ثم الدوثة كيك ثم الدوثة كيك سيدي الفتور اللي جون انتو راه بو جي بار دي جون بوليتيك مي لا سكت اسمه قول الله كالي جون بوليتيك وزن الضحارة وزن دي سوس وسعيدة لمولكك سيدي تمور ذاكي يروح الاسبواس روح كونفيونس دوك نورمال مو نورمال مو وطرح دوك ونغري الضارك غادي سي جوين مس زين الدين حاجو يعطيك الصحة هذا مسلاذ نو كافر لو دي اس وكذا كافر انماس كريم طابو قلاني كذا ناقصي ثمناط نبويراك دي ناغثان ميرثيك نروح ارماس عبد القادر مرباح اسلوي التجمع الوطني الجمهوري سيل الجزائر السلام عليكم ازول فلاك مس عبد القادر لا السلام عليك يا جماعه مرحبا في السؤال بارك الله فيك كي تشكر غطاس ميتكش ماضي كيدنا ثم زوالو ثم عبد القادر نزرب اللي اكبر نون يروح المشاورات يخدم مس ويحيا يعني ام كث سواليض اسك ذي الحاجه غي قلهان اتصل الخبرات اللي هضرن باللي زعما الحل ثم داو تجديد على نوفيل كونستيتيسيون اتي لي يعني توجد على كل حال مساء الخير في الاول السامعين الكل زعما راهو دينا على حساب باشو نغري هذه الجرامين باللي لا كونستيتيسيون كي فاجديت يعني ودبار الحاجه فاجديت الرن ايش قدرنا عليه متعظيم اخواننا نسل الموندا سين لي موندا يقلان في 2008 رن تنارو مكان نسل إخيران المواد تخفيفانين أران تتارو مكان من سن وقرن باش تساعدين البرلمان في تطافي نورمال ذنوني إيج ديبلاسين الأمور ذنوني أن أرو مكان من سن خطر زمراكي نغب للعملية إيجير بس تقعن الوقت
ولكن زعما راه كاينين ابريتو باللي المسؤولين قسموا في بالك يكشمنا الشك باللي مش فهمنا لا في لا كونستيتيسيون على ديفر سموس كثورة فضعت لن تلقس المشاكل دونك ماذا قلهم سفهمنا لا في الاسونسيال ما لابد أدنيني باللي لا كونستيتيسيون قس سوء جل إلا يتي ريبورتي ولو أنه الأحزاب يقروح مشاركا يون ذا نكني زعما كي ديني راه il y a un petit un petit une petite avancée nous fait كرات مقيدين سي سنتي ذا نكني نو فات فونت بان لي اعتبار اصابوار نكني مزوارون الناس بليك 40 لي ديبوتي زمرن الخدمه لا فيزين الكونسي كونستيتيسيونيل و 30 لا دوزيام شامبر سولينا شويه ران 70 لي ديبوتي ولا او 40 لي ممبر دو لا دوزيام شامبر بوف سيزير لو كونسي كونستيتيسيونيل اطاس الشغل ايدنا ايدنا ان خدم من بروبوزي و توقفنا راه نفاب لي سولين العدد دو لا دوزيام شامبر سور لا بروبوزيسيون دو ار بي ار سي عبد القادر راه بصح الاخرى كي العدد كي راهي زلم ذنوا راه مسلم وكنت نتمني دي اطروحنا في مزوره باللي هذه لين لي بروفيسور دونيفرسيتي ا سافوار لي كونستيتيسيوناليست لي بروفيسور دو دروا لي دكتور أميلين يعني بي 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 نعم سمحي فا كانت يعني تهضر دا في النقاضين لي بوين يعني كو زافي بروبوزي دي المشاورات ني وكذا ما سويحيه معناه تنطفنا راه تهضرت باللي يا دي بوا تفنتن في لو نومبر دي ديبوتي دا شو تنقاضينا كي يعني كو زافي بروبوزي تنطفنا راه constitution nous connais mais nous travaillons à 10 constitutions du monde nous travaillons بزاف on travaille تقريبا دستور جديد سيل جهنا ونعدل حتى المواد النانو تستوشي مران الى قران تعدل لانه تمثيل التساوبيت الناس نكني او كونترير لا كونستيتيسيون جديد الى قتلنا اطاس في ثوابت باش سامور ويسينار ثوابتينس ويزرانا ذنوي في النهني من انا الى اين اذهب وزمرا ادخل من لا كونستيتيسيون يون شانجمون ان بروبوزي للمقطع الاول الخدمات يون في المادة للناس من الشعب الجزائري شعب حر ذي أصل أمازيغي يدين بالإسلام وينتسب إلى الأمة العربية وهو مصمم على البقاء حرا على لأنه نرتفع لمزور بنات ابن بديسة يرحم ربي مي يقروح حد يوصف الهوية الوطنية داير إلى روسي سيلان دي برسوناج دي سافون كي اون بي بوزي دو بروبلام كونفينابلمون بروح المسؤولية شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب المقطع العاشر دونك التاسع بلوتو نخدم نوضح بعض الأمور ننزل الدستور إلى قبيلي إن الدستور فوق الجميع يخضع له الرئيس هو المرؤوس ثاني نموسيون المبدأ من يتبع ثمازيغس نند إن الجزائر أرض الإسلام وأرض أمازيغية الأصل تنتسب للأمة العربية وهي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وبلاد متوسطية وإفريقية أبري سرسس أوتوماتيكمون كوم تيمونياج الشعر عبد الحميد ابن باديس أخي أرحم ربي بيان سور نخدم الاقتراحات مثلا عندما نشوف الدولة
سي باش لا تدينوا بالإسلام كشخص اعتباري نراك الدين نسنديت الشعب الجزائري من ند بذي المادة سنين مكررة نخلي تخذ من إيماننا الإسلام قيمة سامية ومبدأ من المبادئ المهمة التي يقتدي به الشعب الجزائري، وهذه المادة ترجع المياه إلى مجاريها، لأن الدولة كشخص معنوي لا يمكنها أن تتدين، وبالتالي فلا بد من تأقلم الإسلام مع الحرية العامة ما دام هو مصدرها. إذن المادة 3 من ند لا نرى مانعا أن يكون شكل ومضمون المادة 8 من الدستور حسب المادة المقترحة علينا، لكننا نقرأ في سطر ثاني من المادة 8 أن من بين غايتها المحافظة على الهوية الوطنية ودعمها، وعليه ليس من المعقول أن نتجاهل الهوية الوطنية ببعدها الحقيقي، بحيث يجب ترقيتها إلى صنف اللغة الوطنية الرسمية. لذلك تعد المادة 3 من الدستور كالآتي، وقيل ممكن يتخذ معنا المادة 3 تعد المادة 3 من الدستور كالآتي: أمر مناد تمزيغ لغة وطنية ورسمية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها، ويحذف الباقي، يكون تنظيمها عن طريق القانون. المادة 3 مكرر 2 تعدل، المادة 16 مكرر وتضاف على النحو التالي: يمكن اعتماد اللامركزية في شكل كيانات جهوية إيجابية ضمانا للتنمية الجهوية وخصوصياتها. سي عبد القادر، فقين خرميت باش ماذا قلنا يباس الهاتيار يبوي الحكم إلى قد يخسر بورس، فبورس إنسان راه يخدم التعديلات باش يخدم لا ريجوناليزاسيون، وباش يعاود التقسيم أليكس الولايات قيلا ترى نعاود التقسيم باش أنفرق المسؤولية أفرو تمورس باش يزميرن أتحكمن ذي الفيدراسيون سور بلان إيكونوميك، ونخدم اون ديسنتراليزاسيون بوليتيك اي اون ديسنتراليزاسيون ايكونوميك. دونك نبوي بالمجلس الاعلى للانتخابات الثاني. السي عبد القادر، نعم، يعني في نقطه يعني لي بوين كي تهضر وكذا يعني سي يعني لي بوين كو زافي بروبوزي تورا ما دوغال يعني في لا كونستيتيسيون كي يدينان بلي توجد الي بريت اسكو ثنيت دكتيني بلي ندقع الوقت، هضرت ثنيت بلي ندقع الوقت، اسكو تواليض بلي ما ولاش الوفاق ديال لا كونستيتيسيون ياكي من زرا بلي تركيزت لا كونستيتيسيون الى قضيه لي الوفاق غير لي بارتي بوليتيك غير الشخصيات غير وكذوذ، اسكو تواليض بلي ماشي ذي الحاجه راه ينفعنا كذوذ تمور ثنا غادي الوقت هاكي. شوف ما إلا قدر نوسم في النغ الجزائريين والجزائريات باللي في الشرط الأول إلا قليلي حسن النية على مستوى نظام الحكم، إلا قليلي حسن النية باش نخدم الانتقال الديمقراطي، وذي للصدق وذي للتنازل على المصالح الشخصية، وذي للأخلاق السامية، والابتعاد عن نبذ الغير باش يلي الانتقال الديمقراطي. دونك ماذا من دابور انوغال من حيث الشكل، من حيث الشكل انوا يزمرن ابي سكير في صياغه الدستور ولا تعديل الدستور. من حيث الشكل ديجا سمسال تجي من الشخصيات الوطنيه يدنبوي من هب ودب باش يشارك في صياغة الدستور ولا تعديل الدستور، يمكن يسواليغ بليك سي اون غران ديرور باش ادناوي لي زونسيان دو سيستيم، لي جون كي اون تيشوي، لي جون كي اون تو لوكازيون باش نبنو نتامور سوت بنانا راه وعدلنا راه هذي الوقت نسن، سي اون ايرور باش ادناوي لي زمير نتاع الارهاب باش السكين
الكويناس المجموع راه يعدل لنا الدستور، واذا يعدل الدستور ذي الفقهاء ذي العلماء ذي النزهاء ذي الاعيان سي دي جون مي سي سلات بورس انسي كلاق الدين يقدر كين الى قد كتل الميركليساج ذي الاحزاب السياسيه عن طريق البرامج المختلفة باش باش نغم الشعب سي عبد القادر باش نخدم من الدستور المتفقنا في المبادئ العامة المتفقنا في الثوابت باش نخدم من الدستور سي عبد القادر سمحي زعما كان وليك فاكن اكيد سقسي غير تروح مكون ويسو كافر التجمع الوطني الجمهوري ما اد قرض باللي يعني وكذا كي يقدرني كيتسلم شاورات شخصيه ثقي ماشي ذنو هني يلق يعني هذه لي المشاوره كيتسلم اي غير كون ويسو كافر التجمع الوطني الجمهوري تروح الا ويني لا قليلي إن كنا كبهدرة أفشوا إلى قذيلي لو كان ذنكي قلنا رئيس الجمهورية أمي أخذ مرة باش نسوجد الحوار باش نبريباري الكونستيتيشن رقب للنوكري ذاك مدان ثورة ماذا قلنا السؤال لقي إطار حرف اللي قلنا فيغر إطرحم ما يشبه ربي نكني لزابشان أن توجور طور إي لطان أورور دو بيد يا خير نروح ان نبحد ثلاثة مقيدين مع أربعة مقيدين اتفنتت ذي الدستور اتنا لنو زيادة الدستور مرات الحقيقي مرات نعدل اتنا اعتبر ذي المكسب نعلقيم اتلو ذاك مني ينجمع ان ذي زيرال با ينجمع ميذن ونقني على سيسن انقيم ذو قخام ودنيني افايغر الدستور دي في غراكني في نبغى وذي قيم ان ذي زيرال با و لا بليبار الا نجمع نيذنا الناس بالقوم زوارهم قبل ديال الدستور التعديل قبل نخدم الانتخابات الرئاسيه اقدا كنت خدم اون ايرور دو استراتيجي الى قرار ما تروح مع الانتخابات الرئاسيه باش تلعب من القواعد القديمه وذاك اللي غرس قبل مسعى الشرعيه التاريخيه وسنن القواعد القديمة سنن التزوير سنن سعني صورديين أكون غلبن دونك منا وتشرو مالا أسمانا كفوت الانتخابات وتشرو مالا فلانا أسمي كفنت الانتخابات يعدى الرئيس بوتفليقة بفحول هنا عليه على حساب القواعد القديمة دونك مالا فغندير كريتاك أتداريني ما ننسن زفير الشرعية الشعبية الشرعية الشعبية ما زالوا الذي يونو تسعى ربي الجزائر ما زالوا العمير سي 62 رسقي والعمير نخدم الانتخابات النزيهة الانتخابات النظيفة باش أدنيني فلان يسعى الشرعية الشعبية الناس نودي إلى قنخدم أم شموع أم قرحان أم جمعي صحان أم ثبت المواقف كمعارضة باش نقابل النظام ندلي النت باش يلقى نقبل الحوار كذا نتساديني كذا نكنسني كذا باش من بعد أن مليلا نبنو ساموثنا أتنخدم من لي تونيزيان دايور غير لا كونستيتيسيون نسن تجريطاكي بصح ولا هنا عليهم ils l'ont bien réussi aux félicitations et les chab tunisi chatiq ou nokni nbgha han aan wala tahsad nohni kopiana gorna atas el chwal ou bin sghorna atas el tajarib nokni dagan on hasdara fi chkin wala belli tawran el omor e bin sghorna ou galen wna'n mlih إلا أنستعرف أننا نخذ من كونستيتيشن أمنوني قويذك أن عفو الدين ويتشمري منيس دي السياسة أننا أن في القيمة الحريات أننا نخلق المجالس أننا نخدم من المؤسسة الصحان أننا إلا قنظر نورا لحو سي عبد القادر
يعني من ولذا غن ثمن دو ثقي مثلا ثنيات تكتيني باللي نروح المشاورة ثقي لان في نقاثين ثنيات داخرة تليد ولو ستيلي ضارة ثورا نفاكنا نزر ثموغلي نخ ناغو كفر ينخ أمك يعني لا بوزيسيون وين أين يعنان أكذوذة جيري أسك ثمن دو ثقي لقد تروح ثفران الفوت بكذوذة جيري باش هذي يفك ولا ذنت الرئيس ذي ثمسال ثقي Sans servir à rien. Sans servir à rien parce que ce qui est en Irak, l'un de soi, la Hexent en 2008, sur la rente de Rumkensent, mais bien, il y a dit qu'il y a le Parlement de Gios aux Anos, ou à ce général Wacht, ou à ce général Essordien, à Rumkensent, on va dans Mohamed la Constitution Sajdid. خاطر ساقي شغل لا حدث شغل يضري ورا نكني في اجتهاد نخدم ونمدي مارا مازال في يعرف اسم النار اين المبادئ شو اسم نتسمن مازالين نتسمن شي ست بانك او دو سانتارا في اسم ندو الساجغيت مازال نظل باش افيلين في اسم ندو الساجغيت ومازال نظل باش افيلين المعايير أكن مسالات تحترمت باش أنوار يخدم أنت من دو فجريت دونك ماذا بنا أنصر قيلة أنصر طويلة أمسلي في لا كونستيتيسيون أنكير أتنحسب كشعب وكمعارضة لا حدث أدنيني بليك سيت أون كونستيتيسيون ريبورتي أ أون دات أولتيريور أنسكمي من النار أنخدم من كونين سيدي أرثورة باش تيلي حكومة التوافق الوطني باش تيزمير أدوفر شروط إيوزكا وتسقع ذات رتب الأمور من الدولة باش بعدين الأحزاب المعتمدة ذنوهنين أريك فن الصف الأول باش أدخل من لا كونستيتيسيون ماشي الشخصيات يتبوين باعتبارات مختلفة اعتبارات جغرافية وجهوية وأنانية وكذا وكذا دونك ملا لا كونستيتيسيون ولا تخل من السياسيين تحت رقبة شعبية تروحهم بعد للوقت المناسب تشكي كلا لا كونستيتيسيون رتوشي ولا أموندي دون تو الاخر لي دومين اثنين معليش يقيم فلاش وجدود الشعب النار العلماء النار انا مثلي فلاش انسن قسن النو انسن ساع انس قصار اكسيتيرا باش تفر لا كونستيتيسيون العالي ونضمن الاستقرار اللي يسموه في النار والنظام العام. سي عبد القادر مازال يسقسي ذي نعنايك سنات دقائق غي تذهم الوقت تهضرد ثنات دقواليك في حكومة يعني وفاق وطني اسقسي نو اسك يعني ذي الوقت ثقي ثمن داو اسك ستون بريوريتي يتحوج الجزائر ذي الوقت ثقي اسك لا كريز ني با بلو بروفوند كو سا اسقسي نظن يعني اسك لو كان اون سيولن كونو وي ذي الاكابر نون باش تبارتيسيبي ذي الحكومة يجي وفاق الوطني اسك تقبل شوف على كل حال إليا ديبيو اتو فقد شيء لا يعطيه وذا كي لن تراو زمن نخدم حاجة نكني كحزب سياسي اين كي قعدان ما نرفض خمة يبردان ثلاثة يبردان باش نسكي الحكومة حكومة يقعدان ولكن وكذا ساون مدام نكنين سنذي في الكرسي الكرسي المملوء نقترض بالليك في شكي ونروح نخدم الحاجة شوفوا سنة في شكي ونسكارا باش نشعر راي باش نبدل وزميرنا وذاك قلنا على بدل دونك الأمنية النار باش نقبل نتوك القوى الحية السياسية باش السكين تزيد الحكومات الوفاق الوطني ولا التوافقية باش المزمير نصور المستقبل الظاهر انصامبل باش كي فو توجور ان ديبي لو كان نقيم دقخام ونسكيلا لا فويا نظن باش عبنو ديمقراطية نعبنو تموس على المبادئ اللي نتمنوها احنا
سي عبد القادر مرباح مس عبد القادر مرباح اكيد شكرا غطاس كديني يعطيك الصحه ملي كشمضي كي نهار ذا سلواي التجمع الوطني الجمهوري قال لي كي نغسل الجزائر كديني غثن ميرثيك بغي غاد شكرا ويقاد ايديك شمنيوك ايكيدي ذي ثديان تبوساقي مس جمال بن عبد السلام سلواي وكذا الجزائر الجديده سي الجزائر فيصل مطاوي ذا نغمس دي الوطن سي الجزائر زين الدين حاجو ذا مسلاذ وكفر لو دي اس وكفر كريم طابو سي البويرا غيلاس مقرانا مسلاد وكفر جيل جديد سي الجزائر امحيد شكرا عبد القادر مرباح سلوي التجمع الوطني الجمهوري بغا كوني تشكرا كون ويثق مامي كيدنا اون دينير باللي مخلوف ثورة دياس باش هادي يخدم يعني اول تللي وكي ذاهيل نون زمرا ما تسيولن ادفكم ثمغلي نون اين يعنان ثمن داو ثاكي بغا ناخذ من تجديط زمرا ما تسيولن ستيليفون العادة ناغ سلسكايب المغربية في السناث اون دينير غير ثيكلت النيض ان شاء الله قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثان ميرثنو